كلية حقوق في جامعة اسكندرية، والأزمة دي نتيجة شكاوى من الطلبة على النتيجة. والشكوى مش من سنة أولى ولا سنة تانية ولا تالتة ولا رابعة، بس الشكوى من تقريبا كل الفرق في الكلية بسبب النتيجة. والطلبة بيقولوا أن نسب الرسوب أو السقوط في الامتحانات تخطت 50%، أكتر من نص كل دفعة ساقطين في امتحانات كلية الحقوق. الحقيقة احتجوا بشكل كبير، سواء ان هم عملوا احتجاجات في يعني وقفوا فيها يعترضوا ويحاولوا يوصلوا صوتهم، او كمان من خلال منصات التواصل الاجتماعي هنلاقي هاشتاجات تم تدشينها بيعترضوا فيها على نتيجة الامتحانات. والحقيقة التحركات اللي حصلت كانت مختلفة بعض الشيء. يعني في الأول خرجت تصريحات من عميد الكلية، كلية الحقوق جامعة اسكندرية، وقال أولا هو بينفي أن الرسوب نسبته بتتعدى 50%، وقال أن الكلام ده كله متداول على السوشيال ميديا أو منصات التواصل الاجتماعي، وأن هو مش مطالب يرد على هذه الإدعاءات أو هذا الكلام. لكن الاحتجاجات استمرت، ومن المفترض ان من النهارده باب التظلمات يتفتح في الكليه. طلبه قالوا احنا مش هنتظلم، علشان كل طالب ساقط في ماده واثنين وثلاثه، وممكن توصل عدد المواد خمس وست مواد ساقطين فيهم في الامتحانات. طب السته دول من اصل كام ماده؟ من اصل 10 مواد تقريبا، فبالتالي الطالب ساقط تقريبا في نص المواد او نصف الامتحانات اللي امتحنها في العام الدراسي. فبالتالي هم اعترضوا وقالوا مش هنقدم تظلمات، واحنا عايزين حقوقنا وعايزين النتيجه بتاعتنا. بعد كده لقينا الجامعه بتحجب النتيجه، نتيجه كليه الحقوق في جامعه اسكندريه قامت حجبت الموقع الخاص بالنتيجه.